وللحديث أكثر عن الصراع السياسي بين الكتل والأحزاب وشركاء العملية السياسية وقتالهم على المناصب مع اقتراب إعلان مصطفى الكاظمي تشكيلته الحكومية الجديدة، ينضم إلينا عبر سكايب من إسطنبول الباحث والكاتب السياسي السيد حسين السبعاوي. بداية سيد حسين، أهلا بك. ألم تتوافق الكتل السياسية والأحزاب على الكاظمي؟ لماذا إذن هذا الصراع المتصاعد فيما بينها مع اقتراب إعلانه عن التشكيلة الوزارية؟ يعني أولا هو كان التوافق على الكاظمي القصد منه الأول هو إنهاء دور عدنان الزرفي ليتخلصوا من عدنان الزرفي، ثم تبدأ المرحلة الثانية. وقد قبل الكاظمي بهذا العرض وانسحب عدنان الزرفي، وحققت خصوصا كتلة الفتح والمكون أو الكتلة الشيعية، الكتلة الشيعية حققت هذا الهدف بعد انسحاب عدنان الزرفي. عندما دخل الكاظمي في هذه التفاوضات الحكومة والاستحقاقات وإلى آخره، هنا ظهرت الخلافات بين الكتل وبين الكاظمي. فالكاظمي حقيقة يعني بلع الطعم وتقبل هذا العرض، وكان يحسن الظن حسب تقديره بأنه الأمور ستمشي بسلاسة كما يريد. تبين الأمر عكس ما يريد، أنه الكتل لا تتنازل عن استحقاقاتها أو عن استحقاقاتها سواء السياسية في الكابينة الوزارية، ولا تتنازل أيضا عن علاقاتها الخارجية التي تضر بالشعب العراقي، بل أصبحت يعني سبة على الشعب العراقي وهيمنة على القرار العراقي. هذا ما لم تتنازل عنه، بينما الكاظمي يعني الآن يواجه هو العقبة الأولى، وأعتقد هي هذه أبسط العقبات، هو تمرير الكابينة الوزارية، بعدها عقبات كؤود يعني يعاني منها الكاظمي. نعم سيد حسين، هناك حديث عن مفاوضات بحيث يعني حسب كلام مراقبين وصفوها بالحاسمة من أجل تشكيل الحكومة وإعلانها الأسبوع هذا. في ظل هذا الصراع الدائر بين الأحزاب والكتل، باعتقادك هل ترى بأن الحكومة من الممكن أن تولد فعلا في العراق؟ يعني حتى لو تولد ستولد ميتة، لأنه لا الكاظمي يستطيع أن يحقق برنامجه الحكومي، ولا يستطيع أن ينفذ ما يطالب به المتظاهرون. لهذا السبب من الصعب جدا، عسير جدا، أن تولد الحكومة في الأسبوع القادم. لكن حتى لو ولدت لن يستطيع الكاظمي أن يحقق برنامجه الانتخابي. لهذا السبب الكثير يركز على تمرير الحكومة من عدمه. يا سيدي، ما بعد التمرير هناك برنامج حكومي أعلنه الكاظمي وقبله أعلنه علاوي وعدنان الزرفي، الجميع لم يستطيع أن يحقق برنامجهم، بل منذ العقبة الأولى منذ تمرير الكابينة قد فشلوا وانسحبوا. أنا أعتقد الكاظمي صعب جدا عليه أن يمرر كابينته الوزارية، وحتى لو مررها ستكون حكومة ميتة لا تستطيع أن تحقق مطالب المتظاهرين ولا برنامجها الانتخابي. نعم الكاظمي، وحسب المعلومات المتواردة، بدأ يتواصل مع ممثلي هذه الكتل. باعتقادك هل هذه الكتل ستسمح للكاظمي بتشكيل حكومته؟ والسؤال بصيغة أخرى أيضا، هل يستطيع الكاظمي أن يرضي جميع هذه الأحزاب والكتل السياسية؟ يعني أولا هي شرعية الكاظمي، هو يدرك بأنه شرعيته هو يستمدها من البرلمان ومن القوى الدولية الخارجية. الكاظمي يدرك هذه الحقيقة، يعني هو رئيس جهاز أمني في العراق ويدرك خفايا هذه الأمور، يدرك أنه لا حكومة بدون تأييد أميركي إيراني، ويدرك لا حكومة بدون تأييد هذه المكونات، هذه الكتل السياسية التي بدأت بين قوسين تدعي أنها تمثل المكونات. أعتقد لابد أن يرضي هذه الكتل ويرضي القوى الخارجية ويترك مطالب المتظاهرين ولا يتبناها. ممكن أن تمرر كابينته لكن لا يستطيع أن يحقق أي شيء من برنامجه. في حال لم تتوافق الكتل على تقسيم المناصب وتتراضى فيما بينها، كيف تتخيل مستقبل حكومة الكاظمي ومستقبل العراق بشكل عام؟ يعني بصورة عامة هناك قسمين في العراق، قسم لا دولة، وهناك بعض يريد دولة حتى لو كان لها تبعية على للخارج. أعتقد مفهوم اللا دولة من الميليشيات والدولة العميقة والقوى الخارجية المؤثرة على العراق وخاصة إيران، هي تريد هذا الفوضى اللي تبقى في العراق، وهي الأقوى أصبحت الآن. أصبح منصب رئيس الوزراء ليس كما كنا نتصوره في 2003 وما بعد إلى 2010 إلى حد حكومة المالكي. ما بعد أصبح منصب رئيس الوزراء هو بيدق فقط لتمرير المشاريع الخارجية والقوى الحليفة لإيران أن تفرض نفسها على الساحة. اليوم الحاكم الفعلي هي القوى حليفة لإيران، هي مفهومة، هي قوى لا دولة، هي الميليشيات،
هي المرتبطة بالقوى الخارجية، هذه هي السلطة الحاكمة الحقيقية. أما منصب رئيس الوزراء أصبح من الحلقة الأضعف في إدارة الدولة العراقية، فلا يعول عليه كثيرا في على منصب رئيس الوزراء بأنه سيذهب ويأتي بالحلول التي يتوقعها الشعب العراقي. أعتقد أي تغيير في منصب رئيس الوزراء لا يغير من المشهد السياسي شيئا يذكر. نعم، هناك تخوفات من أن تخرج بعض الكتل السياسية عن مسارها السياسي، لسيما وأن كثير من هذه الكتل والأحزاب السياسية لها ظهر أو ظهور ميليشياوية. باعتقادك هل يمكن أن تخرج بعض هذه الكتل عن مسارها السياسي إلى مسارات مسلحة؟ هل يمكن تحقق مثل هذه المخاوف؟ هذه الكتل خرجت منذ 2003 وإلى الآن واخترقت الدستور التي كتبته. اليوم لا يوجد في الدستور العراقي شيء اسمه ميليشيات، لا يوجد شيء لا قانوني ولا دستوري، هي خرجت على الدستور العراقي منذ تأسيسه، ليست تخرج الآن. حقيقة هناك ثلاث نقاط رئيسية لجميع الكتل: الولاء للخارج، الفساد المستشري، الاحتفاظ بالسلاح خارج نطاق الدولة. هذه النقاط الثلاثة لا تتنازل عنها، وهي هدمت الدولة العراقية وفككتها وجعلتها مجموعة كونتوناك تتصارع على سلطة موهومة. نعم. وتسابقون على قال سحت لإفساد القوى السياسية ولنشر الفساد في الساحة العراقية. نعم، كما تعلم سيد حسين فإن الخلاف اليوم بين الكاظمي وتحالف الفتح على الفياض، على فالح الفياض. باعتقادك هل يمكن لفالح الفياض مثلا أن يؤلب بعض الكتل السياسية على الكاظمي؟ في المقابل الكاظمي رجل المخابرات، هل سيصمت إزاء مثل هذه التصرفات إذا حدثت؟ لا أعتقد الكاظمي يستطيع أن يصمت، لأنه اليوم الحشد هو الجهة الحاكمة الفعلية للعراق. الفتح وبقية فصائل الحشد هي كلها جزء منضوية تحت قائمة الفتح، فلا يستطيع الكاظمي أن يصمد أبدا، ممكن أن يزيحوه في أي لحظة كانت. لهذا السبب أعتقد الكاظمي سيتراجع عن هذه التصريحات إن أراد أن يمرر كابينته الوزارية من خلال المكون الشيعي، ثم يبدأ ينتقل إلى بقية المكونات أو القوى السياسية من ضمن هذه المكونات ليرضيها. أما أن يواجه الفياض هذا أمر مستبعد جدا، ولا يستطيع أن يعني يكون في هذه المواجهة. نعم. وهذه معركة قاصرة للكاظمي منذ بدايته. الكاتب والباحث السياسي حسين السبعوي، كنت معنا عبر سكايب من إسطنبول، شكرا جزيلا لك.